أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إحنا في ضيافة الأخ محمد نصيف، وهو أحد رواد الأعمال البحرينيين في مجال المطاعم في مقهى اللي اسمه جونايدن. أخ محمد، شكراً على استضافتنا. محمد، ممكن تقول لنا شنو معنات جونايدن؟ صباح الخير يا أم عبد الله. صباح الخير عليك وعلى المشاهدين الأقارب. بأي لغة؟ بالتركية. بالتركي؟ أوكي. وليش التركي بالذات؟ والله هي من كثر السفر، الله يسلمك. اي نعم، شكلك من عشاق تركيا. اي نعم. ولا الاكل التركي اهم؟ لا، تركيا اهم من الاكل. زين، اوكي، تمام. فجونايدن هي صباح الخير بالتركي. اي نعم. زين، فاخ محمد، احنا اليوم نبي نستفسر، انت ابو علي عدل؟ اي نعم. نبي نستفسر يا ابو علي، شلون انت بديت هالفكره؟ شلون حياتك العمليه بدات؟ انت اولا تخرج شنو شهادتك العلميه مؤهلاتك؟ الله يسلمك، انا خريج اللي هو الثانويه الادبي. ادبي؟ سنه 97 98 الله يسلمك. واشتغلت في التخليص المعاملات اول ما ابتديت يعني كمشواري. ولين ما اسس لي شركه اللي هو في 2012 شركه تاجير معدات ثقيله. يعني لسبب انت انتقلت من عمل تخليص المعاملات اللي كان عندك راتب ثابت الى رحت في موضوع المعدات الثقيله. اي نعم. يعني شو اللي خلاك تسوي النقله؟ شلون فكرت انك تاخذ؟ بالنسبه لك اكيد كانت هذه مجازفه، يعني انك تغير من راتب الى انك تروح العمل الحر. حب المغامره. اي نعم. وال يعني على الراتب الواحد يعني يبي يطور من نفسه. صحيح. افضل منه يكون براتب معين حد معين. نعم. والمستقبل يعني مستقبل العيال. سلمت. فانتقلت الى المعدات الثقيله في 2012 اسست الشركه. نعم. وعقب اللي هو يعني عقب 5 سنوات سكرنا هاي لسبب خارج عن ارادتنا الله يسلمك. اوكي. قعدت افكر اللي هو بخصوص شو اسوي ايش ما اسوي. يعني وكنت وقتها متزوج طبعا. اي نعم، كنت متزوج، عندي اللي هو بنت وولد، عندي علي وفاطمه الله يسلمك. يسلمك عبد الله. وابتديت يعني افكار يعني احاتي شو اسوي شو ما اسوي، وابتديت في الانستغرام. اول ما ابتديت بالحلاوه التركيه اللي هي المشروم الفطر. اي نعم. عن طريق الانستغرام. اي نعم، اللي هي شكلها مثل الفطر. ايوه. اي نعم. فتره يعني أسست في بالي فكرة أني أنا أسوي أفتح له محل حلويات وفلاورز. إيه؟ يعني ورود. درست الوضع بس حتى معي أنا أغير الفكرة نهائياً. إيه نعم. ليش؟ إيه؟ حسيت في تشبع. إيه نعم. إيه؟ أن السوق واجد كبير وما بقدر أوصل له يعني لهذه الدرجة. نعم. يعني عقب فكرت مع أم علي. إيه نعم. وطلع أنه الفكرة أني أفتح له مقهى. إيه نعم. كوفي حلاوة وسويت. اي نعم. وابتديت اول ما ابتديت مع اللي هو الوافلز البانكيكس والشغلات هاي مع الكوفي. اي نعم، اشوف لمسات ام علي في الديكور كل مكان. اي نعم. اي نعم، ما شاء الله. حلو. حتى داخل بعد انا شفتها في الجزء الثاني من المطعم. اي نعم. اي نعم. إيه نعم. فشلون كان دور ام علي بانها تشجعك في هذا الموضوع؟ شلون كان دورها؟ شلون ساهمت في انك انت تنجح في ذي المشروع؟ والله هي الدافع الرئيسي لي. اي نعم. انا كنت متخوف للامانه يعني. يعني نقول وراء كل عظيم امراه. نعم، اكيد. ولا جنب بلا شك. جنبا الى جنب. لا لا. جنبا الى جنب، تغير المثل الحين. اي نعم. ما شاء الله عليها، يعني هي الدعم الاول. نعم. حقي يعني. وهي صاحبه الافكار يعني. وشلون هي ورق العنب اللي بسبب ذاع صيتك في البحرين وصار لك تميز لمطعم جونايدن؟ نعم. الله يسلمك، كان اول شيء ابتدينا اللي هو نفس ما قلت لك اللي هو البانكيك والكوفي، يعني وحسيت الناس تقبل عليه. نعم. يعني لازم ابتكر لي فكره تبي تميز. اي نعم. ولازم اكون مميز كاستخدام علشان استخدم كدعايه واعلان حق المحل والناس تعرفني اكثر. اي نعم. وتميزت الحمد لله فضل الله. إيه. الحمد لله بالورق العنب. اي بس انتم تقدمونه بطريقه مختلفه، مو مثل الوصفه الاصليه، يعني سويتوا عليه تحوير واختيارات. اي نعم. كلمنا عن هالاختيارات. الله يسلمك، اول شيء استخدمنا يعني كله هيلثي اللي هو الاوليف اويل، ما استخدم. إيه. الدهون العاديه. اي نعم. وقلنا احنا نبتكر شيء جديد على السوق، يعني بحيث ان الناس ما تمل، ملت الناس نفس. نعم. الطريقه هاي الناس تمل منه. إيه نعم. يعني جاتني الفكره نسوي لنا اللي هو 3 فليفر، يعني على 3 نكهات سوينا. إيه نعم. اللي هو الليمون مع دبس الرمان والسبايسي. 3 اشكال. اي 3 انواع. الحمد لله. عندكم ان شاء الله بعد مجال تسوون انواع جديده في المستقبل؟ في افكار ان شاء الله تكون، ان شاء الله، وافكار جديده بتكون ان شاء الله بعد الانطلاق ان شاء الله. كيف كانت البدايات؟ يعني شنو التحديات اللي قدامها؟ انت ما عندك خبره في اداره عمل المطاعم. نعم. قد تكون ذواق ومطلع من خلال اسفارك، لكن
إدارة عمل المطاعم موضوع آخر تماماً. نعم. وحتى اللي يعرفون يطبخون مو بشرط إن بينجحون في إدارة المطعم. صحيح. شو التحديات اللي لاقيتك وكيف تغلبت عليها؟ أنا الله يسلمك أم عبد الله، يعني مزجت خبرتي بالشغل السابق مع إحني اللي هو المطرح حالياً. كل خبرة تفيد. إيه صحيح. نعم. إيه نعم. مزجتهم مع اثنينهم. نعم. الحمد لله، بس في تحديات كثيرة. نعم. في التأسيس تحديات كثيرة كثيرة يعني أول ما ابتدينا. زين، وشنو استفدت من البرامج اللي موجودة اللي متاحة حق رواد الأعمال في البحرين؟ والله أنا استفدت عن طريق التمكين، يعني ما قصروا بصراحة. في أي برنامج بالذات؟ اللي هو المعدات، يعني شراء المعدات ما شاء الله، يعني ما قصروا معي. وكان وقتها الدعم 50 ولا 80 في أي مرحلة؟ 50 الله يسلمك. أنت جيت على مرحلة ال 50. إيه نعم. إيه نعم. وبعدين بالنسبة لي في برامج ثانية من التمكين استفدت فيها غير المعدات؟ للأسف لا. أي لا والله المفروض تستفيد، لأن في وايد مثلاً التدقيق عندك، الاستشارات عندك، بالنسبة غير المعدات عندك البراندينج اللي هو العلامة التجارية، وأنت طبعاً بادي مشروع جديد دائماً، والواحد حتى لو مشروع جديد دائماً لازم علامة التجارية تكون يعني يسلط الضوء عليها ويذكر الناس فيها. نعم. فإن شاء الله بتستفيد من كل هذه البرامج إن شاء الله. أنا أطمح أن أنا أكون لهو أسجل اللي هو العلامة التجارية له اسم المحل. أوكي طبعاً، لأن أنت عندك ابتكار. نعم. أي نعم، ولأن أنت عندك بعد طموحك وين يأخذك؟ فقط المطعم ولا تبي تتوسع أكثر؟ لا أنا الأمانة يعني أبي أتوسع أكثر في البحرين. إن شاء الله، يعني في أفكار وايد يعني تشوفها يعني، وزين أبي أطلع إلى منطقة الخليج. أوكي، إذا هني تقدر تستفيد بعد من صادرات، لأن نعم. الحين في مبررات صادرات اللي هي من خلال تمكين وزارة الصناعة والتجارة. نعم. يعني وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع تمكين ومكتبهم في نفس مبنى بيت التجار. نعم. فإن شاء الله تستفيد، لأن هناك بيعطونك تدريب واستشارات ويحطونك على الموقع مالهم بحيث تشبك ويا التجار اللي ممكن يأخذون من عندك أو الموزعين اللي بيكونوا في المنطقة. نعم. يعطونكم دورات، يساعدونكم حتى في التأمين على المنتجات اللي ترسلونها. نعم. في التمويل كذلك، فيعني في وايد برامج جدا مفيدة في التشبيك وفي تسليط الضوء عليكم، حتى لما يسافرون في معارض صناعة في البحرين ممكن تروحون معاهم. نعم. فأرجو أنك تستفيد من هذا، لأنه وايد يعني بيشجعك وبيعطيك انطلاقة حق موضوع التصدير وبيحطك على الطريق الصحيح. إن شاء الله. وعلي، التحديات الثانية اللي واجهتك الحين، أنت طبعاً كبداية أجريت النقلة وبديت اشتغلت واخترت المجال، لكن شو التحديات الثانية اللي واجهتك؟ هي التحديات في الأساس اللي هو العمالة. أي نعم، العمالة البروفيشنال اللي تبي تحصلها نادرة. نعم. صح، هاي في الأساس هي التحدي. نعم. ليش الموظفين؟ هل الموظفين ينتقلون؟ الموظفين الله يسلمك، أنت تتعب على الموظف فترة بسيطة يتحول إلى شخص ثاني. زين، هل يأخذ سر المهنة وياك؟ ويطير. أي طيب. وبعدين يقدر ينافسك في السوق. صحيح صحيح. هاي تحديات كبيرة يعني. شنو تتوقع أنه ممكن يكون أو تطرح لنا حل لهذه الموضوع؟ أنا في وجهة نظري يعني أنه لو عقب 5 سنوات يحددون أن تحويل العامل يتحول إلى شخص ثاني أو كفيل ثاني. أي نعم. يفضل بموافقة الكفيل القديم. ففي هالحالة أنت بالنسبة لك أنت موظفينك معظمهم أجانب، لأن ويا رخصة المطعم تحصل رخص من الموظفين. أي نعم. هل تفكر أنه في وقت ما يمكن بعدين أنه تدخل بعد موظفين بحرينيين وياك؟ في المستقبل إن شاء الله، يعني إذا توسعنا بإذن الله، بس ما أنسى فضل بعد إخواني بعد معي، يعني وقت ما كانوا بعد. الحمد لله إخواني كانوا بعد موجودين يعني. وقت اللي يصير ضغط يوقفون معك، لأن في فترة أنت كنت تسوي شغلين، كنت تسوي المطعم وكان عندك بعد العمل الثاني. نعم. وقلت لي كان أحد من الأهل ساعدك في الموضوع بعد التمويل. الله يسلمك، اللي هو الفضل الكبير إلى عمي أبو زوجتي. نعم. أبو حسن. نعم. موجه له تحية. نعم. ما قصر يعني معي ماديا ومعنويا. نعم. هو والأساس معالي بعد. أي نعم. أبو علي، وين تشوف روحك عقب 5 سنين؟ أفكار الله يسلمك تفتح لي بعد كذا فرع، وزائدا الفود تراك بيكون عندي موجود إن شاء الله بإذن الله. تمام. إيه. إنزين، وإن شاء الله يعني مع تمكين إن شاء الله بإذن الله نتوسع أكثر وأكثر وما قصرون في دعمنا. زين، بالنسبة للتزويد مثلا أطباقك المميزة مثلا. نعم. تزود للبرادات أو تزود إلى بعض الفنادق، لأن الناس يستعينون بعد في اللي متخصصين في أشياء محددة. نعم، هاي الفكرة موجودة الله يسلمك يا عبد الله، إن إحنا نتوسع على الهايبر ماركت
ماركت، اللولو عندنا فرضاً، الكاريفور والبعض الفنادق إن شاء الله، والأشياء اللي ممتاز فيها. وحالياً التوصيل، أنت توصل للزباين ولا تتعاقد ويا شركة؟ لا، أنا حالياً متعاقد مع شركتين، اللي هو كاريج وطلبات، الله يسلمك. فهذه، بس هل أنت تفكر في المستقبل أنها توصل عن طريق سياراتك عشان تكون أكثر عندك كنترول؟ إيه نعم، إن شاء الله، بإذن الله بيكون إن شاء الله، يعني في بلان كبير، بس إن شاء الله شوي شوي. الله يوفقك إن شاء الله. جميع إن شاء الله. الحين أبو علي، خلصنا من الكلام النظري. نعم. خلنا نروح الحين نشوف هذا الميدان، يا حميدان يا أبو علي. إن شاء الله. نشوف الطبخ وتراوينا الوصفات الجميلة اللي أنت محضرها لنا، اللي أنت متميز فيها. إن شاء الله. بإذن الله. حياكم. أعزائي المشاهدين، فاصل ونرجع مع محمد نصيف أحد رواد الأعمال البحرينيين، يراوينا وصفاته المتميزة من مطعم غونايدن. كونوا معنا. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم. الحين إحنا جاهزين نقدم طبق خاص من الأخ محمد نصيف. أبو علي، شو بتقدم لنا؟ يا هلا وسهلا، بتقدم لكم اليوم بيف ستيك إن شاء الله. أي نعم، هذه اللحم تندرلون. تندرلون. من وين تجيبونه التندرلون؟ هو السوق المحلي، الله يسلمك. أي نعم، أوكي. مع اللي هو الصوص ماله، اللي هو بطريقتنا الخاصة. هاي سر المهنة، لازم يجون غونايدن كافيه علشان يذوقونه. أي نعم. طيب، أوكي. زين، الصوص مالنا الوايت بيبرز، الجارليك. إن شاء الله. غير الثوم بالخفيف بس. والمش بوتيتو والسولت وال. وهاي كلها طبيعي. ما تستخدم شيء. لا. أي من العلبة أو أي من الباكيت. لا لا لا، كلها فريش نسوي. مع القهوة الخضرة المسلوقة. أي نعم. وهني بعد إذا بغيت تقلل السعرات الحرارية ممكن تسوي المش من القرنبيط نفسه. نعم. فسعرات حرارية أقل والطعم زين. واللي بيذوقه بعد بيعجبه لأن نكهتها زينة. وتخفف السعرات كثير. إن شاء الله. وبدال ما تحط يعني في الزبدة ممكن تستخدم لبنة قلت الدسم بعد ممكن تخفف السعرات الحرارية. نعم. أي نعم. زين، الحين على الحين أنت سويت في اللحم أول شيء. اللحم الله سلمك، أول شيء قصصناه وبعدين ضربناه. أيوة. لأن هذه يعني بطريقة ميكانيكية تسوون اللحم ألين. أي نعم. أوكي. أي نعم. والتتبيلة اللي عندكم. تتبيلتنا بعد الخاصة. التتبيلة بعد بالمواد اللي فيها راح تلين اللحم. نعم. بعد. أي نعم. عشان تالي يصير الستيك يعني. وخمرنا تقريبا، نخليه تقريبا يوم كامل نخمره. علشان شو اسمه؟ شو رأيك الحين ننتقل عشان الشوي ونرجع التقديم، وعندك بعد أظن شراب بعد بتقدم لنا. إن شاء الله بإذن الله. أعزائي المشاهدين، فاصل ونرجع إن شاء الله تشوفون الشوي. أبو علي، عقب ما شويت الستيك شكله شهي. نعم. زين، الزباين طبعاً لهم أذواق مختلفة. نعم. فأنتوا تقدرون تقدمونه يعني ولدان أو تقدمونه رير أو تقدمونه ميديوم، هذه نعم تحكمون حسب طلب الكستمر. نعم. زين، شلون بتزينه الله يسلمك؟ إن شاء الله نبتدي. بسم الله. شو نأخذ المش بوتيتو. سامحك. ساعدك. أوكي. عشان كده ديزاين. وانت استخدمت البطاطا الطبيعية، بديت من البداية. ما أخذت شيء مصنع جاهز. اي نعم، دائما نحاول قد ما نقدر نتفادى هلا ان شاء الله الصناعية. نعم. ممكن بعد نسويه من القرنبيط اذا نبي سعرات حرارية اقل. نعم. نسوي الماش من القرنبيط. صحيح. وبدال ما نحط له الزبدة ممكن نستخدم اللبنة قليلة الدسم. نعم. علشان اختيار بعد صحي حق اللي عندهم حمية. صحيح. قليل من السور كريم، الكريم الحامض يعطي الطعم بدون ما نروح زايد عن اللزوم. اكيد. في السعرات الحرارية. خلصنا من هون. اي نعم. يلا سلمك، ناخذ القهوة خضرة. اي بعد شويتوهم. اي نعم. هم كانوا من قبل مسلوق. مسلوق. اي نعم. بالبخار. اي نعم. والحين بس عطيتوهم على الجريل. نعم. لمسة عشان طعم اللحم والبهارات اللي نقعتوا فيها اللحم. نعم. تكون تاخذها الخضرة ذي. صحيح. ما نخسر شيء. نعم. القيمة الغذائية ان شاء الله تكون موجودة. اي نعم. يستفيدون منهم ان شاء الله. اي نعم. وطعم حتى العصاره اللي تطلع من اللحم ممكن تخلطها مع الصلصه. صحيح. اللي راح تحطها على الجوسي يعني تكون يعني لان هاي لذيذه وفيها كل
الطعم ركز عقب ما نقعتها تقريبا 24 ساعة. صحيح. الحين ناخذ الستيك. ممكن الناس بعد ياخذونه بهالطريقه بدون شيء. صحيح، هو يعتمد على حسب الكستمر. ممكن يكون مع الماسترد او نعم. يكونون هاي الاثنين نسوي له هو الصلصه الخاصه. الصلصه الخاصه مع هالمشروب. اي نعم. على حسب الكستمر يعني. واللي يبي يستمتع فيها يجي مقهى جونايدن ويجربها. ان شاء الله. لان النظر مو مثل الطعام. اكيد. اكيد. زين واللمسه الاخيره. الروزماري اللي هو نعم. أكل الجبل. هاي. إيه. أوه. هاي ذكرتني بشيف معروف. والله. على سالفة الشيف المعروف. نعم. أبو علي ما فكر تأخذ شهادة احترافية علشان تصقل هالخبرة اللي عندك والشغف بشهادة احترافية. والله نأمل. إيه. يعني تعرف بس. إن تمكين عندهم برنامج للشهادة الاحترافية. للأسف لا والله. إيه. هاي لازم تستفيد منه. هاي أصلاً هاي البرنامج مصمم حق البحرينيين اللي مثلك الله يسلمك وشارواك يسلم. يعني اللي عندهم إبداع ويبون يتعلمون وياخذون بعد خبرة في فترة قصيرة. يعني تأخذ كورس بتأخذ خبرة مركزة في فترة قصيرة. إن شاء الله. ليش؟ وأنا أعرف حتى سيدات خذوا هاي الشهادة الاحترافية وصار عندهم خبرة. نعم. لحد إن الفنادق العالمية اللي في البحرين تطلبهم حق تزيين الكيكات وهذه من الخبرة اللي خذوها وكان بداية مشوارهم مع الشهادة الاحترافية مع تمكين. إن شاء الله نتوكل على الله. فأرجو إنك تستفيد منها. إن شاء الله. الله إن شاء الله. يسلم. ويمكن إن شاء الله علي وفاطمة عيالك الله يحفظهم. إن شاء الله. إذا صار عندهم رغبة في هاي المجال بعد يكونون هم استدامة للمشروع. إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. ننتقل للشراب اللي بتقدم لنا إياه ويا الستيك. إن شاء الله. بإذن الله. إن شاء الله. علي الحين هذه الشراب المتميز اللي بتقدمه لنا هو شراب شنو بالضبط؟ هو الروز فانيلا الله يسلمك. اوكي فهو روز فانيلا بالورد. اي نعم. اي نعم. بروح الروز نكهه عظيمه وبعد تحط عليها الفانيلا بيصير شيء ابهى. التستي. زين تمام. الحين انت بتستخدم الحليب؟ اي نعم اول شيء السيروب الروز سيروب الروز سيروب. اليوم انا كنت ابحث عن الفانيلا استغربت ايش كثر له فوائد. نعم. فوائد للبشرة حتى حق مقاومة الجسم المناعة. نعم. حق الحروق حتى حق صحة الجسم حتى حق حرق الدهون ما كنت ما قادر ان هالكثر الفانيلا لا يعني فوائد. إيه. وكل يوم نتعلم. نعم. احنا نحبه عشان طعمه ونكهته هو حتى حق الاكتئاب يقول لك يخلي الواحد يحس احسن. صحيح. مثل كل الروائح العطرية تعدل المزاج. صحيح. اي نعم. يعني وطبعا الفانيلا هي مثل الاعواد مثل ما تقول مثل مال الفاصوليا وفي داخل الحبوب. صحيح. قرن يعني احنا نقول قرن يعني حوالي يكون 8.5 سنتي كذي طوله. نعم. وهو نبات متسلق على النباتات يعني يكون نبات متسلق على النباتات اللي موجوده. اي نعم. وبعدين يجففونه ويطلعون منه الحبوب ويستخلصون الماده العطريه اللي فيه. حطينا الحليب حطينا الروز سيرب صح؟ اي نعم. اوكي الحين نبتدي نخلط وحطيت ثلج وياه؟ اي نعم ثلج. اي نعم اوكي الحين صار جاهز. اي نعم. عندنا طيب هاي وايد طريقة زينة هاي البلندر. اي وايد ما شاء الله عشان ما تصير لنا اي مفاجآت. صحيح. وبعدين يوصل الشراب للسقف. نعم اي نعم شيء احنا اليوم عذبناك يا زاويه الكاميرا بالعكس خليناك تشتغل بالعكس اوكي تسلم. زين الحين هاي الشراب جاهز. نعم. بسم الله. واشوف هني عندك اشياء ثانيه بعد. هاي حق التوبينج ان شاء الله بنخليه اللي هذه هو شعر البنات او غزل البنات. اي نعم. الكوتن كاندي وهذه عندنا ورد مجفف. صحيح. هاي ذكرني في بعض البيوت في البحرين يحطونه في البهارات يطحنونه ويا البهارات. نعم. اي نعم يعطي نكهة تصير خنين الطبخة تصير خنين ريحتها عطرية. صحيح. هذه الطبق من الهني على الجيم إن شاء الله. اليوم ما في حكي عن السعرات الحرارية ما في مو كل يوم.
مره الواحد يستمتع يدلع نفسه يعني. وتالي يحتفل وتالي يروح الجيم ويسوي رياضه ازيد. المارشميلو بعد هم اوه فوقها. بعد اي نعم تمام تمام اي نعم. واللاست ستيب الورد اي نعم. هاي مفاجآت على مفاجآت. نعم اوه شكله شهي صد شكله مغري. بالمناسبه المنيو مالكم وايد حلو الايباد اللي في كل الصور. نعم. وايد حلوين موفقين نعم. ان شاء الله شيء. ما قصرت ما قصرت تسلم الله تسلم يا ابو علي. شكرا شكرا على الاستضافه. شكرا يخليك اعزائي. الحين روح فاصل ونرجع نراويكم الطبقين مع بعض بعد ما تاكلون تستمتعون وعد تروحون الجيم. أطباقنا صارت جاهزة. نعم. الستيك الشهي ويا صلصة البنية بالمشروم. نعم. وعندنا شراب الورد بالفانيلا. نعم. وكل هالحركات اللي عليه. نتمنى لك كل التوفيق. الوصفات وايد شكلهم حلو. هذه ابتكارك. اي نعم. اي نعم. أبو علي قل لي عن موضوع اليونيدو. أنت قلت لي كنا ندردش برا الهواء وقلت لي عن اليونيدو أن أنت نعم. استعنت بهم مؤخرا حق أي شيء بالضبط اللي هو منظمة الأمم المتحدة للتنمية نعم. الصناعية. إيه نعم. والله أنا زرتهم إن شاء الله نحاول يعني عن طريقهم عن طريق اليونيدو إن شاء الله بإذن الله إن نطلع البرامج بعد معاهم نلتقي في برامج إن شاء الله في المستقبل. تستفيد من الخدمات اللي يقدمونها حق رواد الأعمال من نعم. خلال النموذج البحريني لريادة الأعمال. نعم. وأعتقد بيكون طريق البراندينج. إيه نعم. والتصدير والتشبيك. إيه نعم. نتمنى لك كل التوفيق ونتمنى أن نشوف عملك وجنايدن لفروع كثيرة في البحرين ونشوف اسمك على مستوى الخليج وخارج وإن شاء الله تحقق كل أحلامك إن شاء الله. ومرة ثانية أذكرك بالشهادة الاحترافية إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله نلتحق البرامج إن شاء الله. شو رأيك نودع المشاهدين؟ إن شاء الله. مع السلامة. مع السلامة. ونشوفكم في حلقات قادمة مع إبداعات بحرينية ومع السلامة.